مرحبا بكم في سلسلة جديدة من التمارين المخصصة لموضوع مناعة الجسم، وسوف أبدأ بالتذكير بالمناعة الطبيعية الغير النوعية قبل الشروع في إنجاز مجموعة من التمارين. إذا لنتابع، نعلم بأن الجسم يتوفر على حواجز شراحية ميكانيكية وكيميائية مثلا الجيل ايضا نجد الاهداب ايضا الاغشيه المخاطيه اذا هذه الحواجز الميكانيكيه تتميز او تتعزز بحواجز كيميائيه كالعرق الدموع اللعاب المخاط آه، الافرازات التناسليه العصاره المعديه اذا هذه الافرازات الكيميائيه تتميز بحمضيتها وملوحتها اذا هذه الحمضيه والملوحه سوف تؤدي الى قتل الجراثيم التي تحاول التسرب داخل الجسم إلا أنه في بعض الحالات يمكن لهذا الحاجز أن يفشل ويعجز في التصدي عن الجراثيم مثلا في حالة الإصابة بجرح إذا كما تلاحظون معي هنا إذا عند الإصابة بجرح تظهر ما يسمى بأعراض الاستجابة الالتهابية إذا هنا جلد تعرض لجرح مثلا عن طريق شوكه ملوثه اذا دخول هذه الجراثيم سوف يؤدي الى تنشيط مجموعه من الكريات البيضاء والتي هي عباره عن الى اذا اردنا تشبيها بحراس لجسمنا اذا هذه الكريات البيضاء او ما نسميها بالخلايا البدينه سوف يتم تحفيزها وتنشيطها من طرف هذه الجراثيم ثم هذه الكريات البيضاء سوف تؤدي الى افراز مواد كيميائيه تؤدي بدورها الى تنشيط كريات بيضاء كما تلاحظون هنا كمثل المفصصه النواه التي سوف تخرج من جدار الشعيره الدمويه وبطبيعه الحال من سهل خروجها كميه من البلازما كما تلاحظون هنا باللون الاصفر وهذه العمليه تسمى الانسلال اذا عند الاصابه بجرح يظهر ما يسمى باعراض الاستجابه الالتهابيه وهي اربعه اعراض أول عرض وهو الإحساس بالألم نتيجة إهاجة هذه المستقبلات الحسية من طرف المواد الكيميائية التي تفرزها هذه الخلايا البدينة بدورها هذه المواد الكيميائية التي سوف تؤدي إلى تهيج هذه المستقبلات الحسية إذا سوف يحدث ألم هذه المواد الكيميائية أيضا تنشط كريات بيضاء تتواجد على مستوى الدم اذا تنشيطها يؤدي الى توسع على مستوى او تمدد على مستوى الشعيره الدمويه وارتفاع صبيب الدم بها اذا هذا التوسع يؤدي الى تجمع كبير للكريات او الخلايا الدمويه بصفه عامه على هذا المستوى مما يؤدي الى احمرار المنطقه اذا قلنا الالم ثم الاحمرار وارتفاع صبيب الدم على هذا المستوى يؤدي الى الاحساس بارتفاع محلي في درجه الحراره اذا ثالث عرض ثم خروج الكريات البيضاء كمثال هذه المفصصه النواه قصد بلعمة الجراثيم التي دخلت عبر هذه الشوكه الملوثه اذا يؤدي الى انتفاخ المنطقه وخروج هذه الكريات البيضاء بطبيعه الحال تم تسهيله من طرف كميه من البلازما كما تلاحظون هنا باللون الاصفر اذا اربع اعراض عفوا للاستجابه الالتهابيه الالم الاحمرار ارتفاع محلي في درجه الحراره ثم الانتفاخ اذن هذه الكريات البيضاء سوف تقوم بما يسمى بظاهره البلعمه والتي تتم عبر مراحل اول مرحله هي التثبيت ثم الابتلاء ثم بعد ذلك ابتلاع هذه الجراثيم وهضمها بواسطه انزيمات هضميه او ما يسمى بالليزوزومات، اذا بعد ذلك سوف يتم طرح حطام هذه الجراثيم كما هو الشان هنا في هذا الرسم او هذا الفيديو التوضيحي، اذا مراحل البلعمه هي اربعه، اول شيء هو التثبيت، ثم الابتلاء ثم الهضم، ثم طرح حطام الجرثوم، اذا بعد التذكير بهذه المفاهيم نمر الان الى التمارين، إذا التمرين الأول، إذا سوف نقرأ أولا معطيات التمرين، يتوفر جسم الإنسان على حواجز طبيعية تمنع دخول الجراثيم داخله وتتميز في الحواجز الميكانيكية كالجلد، الأغشية المخاطية التي تفرز بطبيعة الحال المخاط، ثم الأهداب. تتعزز وتتقوى هذه الحواجز الميكانيكيه بحواجز كيميائيه كالعرق الدموع اللعاب الافرازات التناسليه العصاره المعديه اذا كما تلاحظون هنا معي في هذا الرسم اذا الدموع واللعاب كمثال لحواجز كيميائيه لاحظوا هنا مع معي الخلايا الهدبيه التي تتواجد على مستوى الجهاز التنفسي ايضا الاغشيه المخاطيه كحاجز ميكانيكي العصاره المعديه كحاجز كيميائي اذا مجموعه من الحواجز الطبيعيه الشراحيه التي يتميز بها جسمنا السؤال الاول استنتج انطلاقا من النص اذا يجب فقط قراءه جيده لمعطيات التمرين انطلاقا من النص الحواجز الشراحيه الكيميائيه للجسم ثم انطلاقا من النص ايضا استنتج الحواجز الميكانيكيه للجسم والسؤال الثالث فسر كيف تمكن هذه الحواجز من القضاء على الجراثيم الممرضه كيف تمكن هذه الحواجز من اقصاء ومنع تسرب هذه الجراثيم الممرضه اذا بالنسبه للسؤال الاول قلنا يتوفر الجسم على حواجز كيميائيه تتمثل في العرق الدموع اللعاب العصاره المعديه الافرازات التناسليه اذا هذه حواجز كيميائيه حواجز ميكانيكية تتمثل في الجلد الأغشية المخاطية الأهداب أيضا الشعيرات التي تتواجد على مستوى الجلد تتعزز الحواجز الميكانيكية للجسم بحواجز كيميائية تتميز بحمضيتها وملوحتها وملوحتها عفوا التي تقتل الجراثيم التي تحاول التسلل داخل الجسم إذا هذا فيما يخص التمرين الأول ننتقل إلى التمرين الثاني كما تلاحظون هو عبارة عن رسم تخطيطي تمثل الوثيقة جانبا رسما تخطيطيا لظاهرة البلعمة السؤال الأول اعطي مفتاحا مناسبا للوثيقة إذا هنا يجب إعطاء هذه الست عناصر هذه الست أسماء ثم في الأخير عرف ظاهرة البلعمة إذا من يقوم بظاهرة البلعمة بطبيعة الحال هذا النوع من الكريات البيضاء كمفصصة النواة كوحدة النواة إذا بالنسبة للسؤال الأول فيما يخص المفتاح رقم واحد إذا يمكن أن نعطيه كاسم جرثوم أو بكتيريا مثلا كنوع من الجراثيم هنا مرحلة مرحلة تثبيت الجرثوم إذا تثبيت ثم المرحلة إذا تثبيت بأرجل كاذبة عفوا إذا هذه المرحلة هنا أرجل كاذبة هي عباره عن امتدادات سيتوبلازمية لهذه الكريات البيضاء، ثم ثالث مرحله هو مرحله تثبيت الجرثوم او ثالث اسم تثبيت وهي اول مرحله في ظاهره البلعمه، ثم رقم اربعه هي مرحله الابتلاع، ابتلاع الجرثوم. بالنسبه للعنصر الخامس بعد ابتلاع الجرثوم بطبيعه الحال يتم هضمه، هضم الجرثوم ثم في الأخير طرح حطام الجرثوم طرح الحطام إذا هذه هي ست عناصر ست أسماء ثم السؤال الثاني عرف ظاهرة البلعمة إذا بطبيعة الحال البلعمة هي استجابة مناعية طبيعية لأن البلعمية تتواجد باستمرار في الجسم بمجرد دخول الجرثوم تتسرب من جدار الشعيرة الدموية وتتسلل لكي تتجه نحو الجرثوم وتبتلعه هي ايضا رد فعل مناعي غير نوعي لماذا غير نوعي لان هذه البلعميات تبتلع جميع انواع الجراثيم بدون تمييز إذا بالنسبة للسؤال الأول جرثوم أرجو الكاذبة التصاق وتثبيت ابتلاء هضم ثم طرح الحطام بالنسبة للسؤال الثاني والذي هو عبارة عن تعريف البلعمة هي رد فعل مناعي طبيعي يجب أن لا ننسى هذا رد فعل مناعي طبيعي تقوم به كريات بيضاء مثلا مفصصة النواة أو عديدة النواة أو وحيدة النواة والتي تسمى بلعميات إذا نسميها بلعميات لأنها تقوم ببلعمة الجراثيم والتي لها القدره على ابتلاع جميع انواع الجراثيم بدون تمييز التي تحاول التسلل الى الدم او الخلايا وبالتالي هو رد فعل مناعي طبيعي غير نوعي لماذا قلنا طبيعي لان هذه البلعميات او هذه الكريات البيضاء لها كدور بمجرد دخول الجرثوم تتصدى له اذا هي متواجده باستمرار في جسمنا غير نوعي هي لا تختص في نوع معين من الجراثيم مثلا تختص في بكتيريا السالمونيل مثلا لا هي تختص في جميع انواع الجراثيم بدون تمييز بكتيريات فطريات مجهريه فيروسات الى اخره لذلك سميت باستجابه مناعيه طبيعيه غير نوعيه تقوم بها هذه البلعميات نمر الى التمرين الثالث تمثل رسوم تخطيطيه اسفله اذا مراحل ظاهره البلعمه الا انها غير مرتبه ومجموعة من الاقتراحات إحداها يعتبر الاقتراح الصحيح إذا مجموعة من الرسومات تعبر عن ظاهرة البلعمة غير مرتبة وهنا نجد مجموعة من الاقتراحات وأحدهما يعتبر الترتيب الصحيح إذا يجب أولا ملاحظة جيدة للرسوم وهذا الرسم تخطيطي بهذه الوثائق أو بهذه الرسومات إذا هنا نجد أرجل كاذبة هي هذه الامتدادات السيتوبلازمية التي تحيط بالجرثوم لكي تبتلع، إذا هنا مرحلة بداية مرحلة ابتلاع الجرثوم، هنا نجد أن الجرثوم يبدأ هضمه، ثم هنا نجد ظاهرة الإنسلال، هذه شعيرة دموية وخروج الكرية البيضاء، إذا هنا إنسلال الكرية البيضاء، ثم هذه الصورة تعبر عن مرحلة ابتلاع الجرثوم، لم يهضم بعد. وهنا آه الاقتراحات، إذا بالنسبة للاقتراح الأول الرسم أ بي سي دي، أ بي سي دي، إذا هو رسم خاطئ لأن أول مرحلة هي هذه المرحلة، مرحلة خروج هذه الكريات البيضاء قصد التوجه نحو الجرثوم وابتلاعه، إذا سوف نبدأ بالترتيب الذي نجد فيه آه الحرف سي، إذا الحرف سي رقم جوج ورقم أربعة إذا سوف نقارن ما بين رقم جوج ورقم أربعة هذه الكريات البيضاء سوف تنسل من جدار الشعيرة الدموية كي تبتلع الجرثوم إذا بداية عملية التثبيت والابتلاع هي المرحلة أ هي هذه المرحلة إذا رقم واحد رقم اثنان مرحلة ثانية المرحلة الثالثة إذا دائما نقارن بين مرحلة جوج ومرحلة أربعة إذا المرحلة واحد سوف نشطب عليها هي والمرحلة ثلاثة المرحلة اثنان نلاحظ سي دي سي دي اذا هذه المرحلة تسبق أ اذا هذه سوف يتم التشطيب تشطيب عليها بقيت لنا بقي لنا الاقتراح الرابع اذا سي أ دي نعم ثم اخر مرحلة هي بي هي مرحلة الهضم اذا الاقتراح الصحيح هو رقم أربعة آه ثم السؤال الثاني استنتج خاصيات الكرية البيضاء التي كشفت عنها التجربة إذا هنا نلاحظ انسلال الكرية البيضاء لأي غرض لكي تبتلع الجرثوم إذا البلعمة هاتين الخاصيتين اللتين اللتي تميزان هذه هذا النوع من الكريات البيضاء اذا استطعنا نجيب عن السؤالين اختيار ترتيب صحيح هو ترتيب أربعة ثم خاصية الكرية البيضاء التي كشفت عنها الوثيقة إذا الخاصية الأولى هي الانسلال الخاصية الثانية هي البلعمة ونلاحظ الأجوبة إذا ترتيب صحيح هو ترتيب أربعة C A D B ثم خاصيتي الكريات البيضاء المفصصه النواه الانسلال اي قدرتها على الخروج من جدار الشعيره الدمويه اذا نلاحظ هذا الانسلال نحو الجراثيم قصد ابتلاعها ونلاحظ المرحله الثانيه او الخاصيه الثانيه هي البلعمه اذا البلعمه هي قدره هذه الكريات البيضاء على ابتلاع هذه الجراثيم وبالتالي تتميز هذه البلعميات بخاصيتي الانسلال والبلعمه نتابع التمرين الرابع بمجرد دخول الجراثيم عبر الجرح وفشل الحواجز الطبيعيه في التصدي للجراثيم الممرضه تظهر ما يسمى باعراض الاستجابه الالتهابيه هذا ما تطرقنا اليه في التذكير اذا نلاحظ هنا فشل هذا الحاجز الطبيعي الذي هو الجلد الجلد هنا بمستويي البشره ثم لدرم ادم اذا ماذا نلاحظ هنا مجموعه من العمليات التي تقوم بها الكريات البيضاء اذا اول مرحله هي مرحله دخول هذه الجراثيم وتنشيط هذه الكريات البيضاء مثلا هنا ماستوسيت اي خليه بدينه هذه الخليه البدينه ماذا تفرز تفرز هذه المواد الكيميائيه كالهيستامين اذا هذه الماده الكيميائيه سوف تؤدي الى تهيج هذه المستقبلات الحسيه التي تتواجد على مستوى الجلد وبالتالي نحن نحس بالالم اذا هذه المواد الكيميائيه يؤدي ايضا انتقالها الى الدم الى تمدد الشعيرة الدموية لأن عدد كبير من الكريات البيضاء سوف يتجمع على هذا المستوى وبطبيعة الحال لا ننسى الكريات الحمراء مما يؤدي إلى إحمرار المنطقة إذا وهذا الإحمرار وتجمع الصبيب الدموي بكمية كبيرة على هذا المستوى يؤدي إلى الإحساس بارتفاع محلي في درجة الحرارة. ارتفاع محلي في درجة الحرارة. ما هو الغرض من تجمع كميات كبيرة من الكريات البيضاء على هذا المستوى؟ هو خروجها وانسلالها قصد التصدي ومهاجمه هذه الجراثيم وبالتالي تخرج كميه من البلازما مصحوبه بهذه الكريات البيضاء مما يؤدي الى انتفاخ على مستوى الجرح وبالتالي رابع عرض هو الانتفاخ وهنا بعد قراءه جيده وتفسير جيد للوثيقه يمكن ان ننتقل الى الاسئله إذا هنا نلاحظ أن خلال عملية الإصابة أو خلال الإصابة بجرح يمكن أن نسمي هذه المنطقة هي استجابة التهابية بمختلف أعراضها ويمكن هذه هذا الجرح أن يتطور إلى خمج جرثومي ويظهر ما يسمى بالقيح والقيح هو مزيج من الكريات البيضاء إذا هنا كريات بيضاء لي لوكوسيت وبكتيريات مثلا بكتيريات كنوع من الجراثيم اذا قطره قيح ومزيج من كريات بيضاء التي تم تدميرها من طرف مثلا هنا البكتيريات وهنا يمكن ان نقول بان هذا الحاجز المناعي الطبيعي كمثلا الجلد قد فشل وبعد ذلك ايضا هذه البلعميات قد فشلت بما ان ملاحظتنا للقيح سوف تؤدي الى قولنا بان البلعميات قد فشلت وبالتالي ما هو الغرض من هذه الجراثيم الوصول الى الدم وايضا الانتقال الى حتى الخلايا في حاله مثلا الجراثيم التي تهاجم الخلايا كالفيروسات اذا بخلاصة أو كخلاصة لهاتين الوثيقتين يمكن للجرح أن يتطور إلى خمج جرثومي ونلاحظ القيح نحن بمجرد أن نلاحظ القيح يمكن أن نستنتج بأن البلعميات قد فشلت في أداء مهمتها وبالتالي هل من وسائل دفاع مناعية أخرى يتوفر عليها جسمنا؟ بطبيعة الحال نعم وبعد ذلك سوف ننتقل إلى ما يسمى بالاستجابة المناعية المكتسبة النوعية في عندما ننتقل إلى الاستجابات التي سوف تحدث على مستوى الدم وعلى مستوى الخلايا إذا بعد فهمنا الجيد للوثائق سوف ننتقل إلى الأسئلة اعطي مفتاحا مناسبا للوثيقة جانبة ثم فسر أعراض الاستجابة الالتهابية الممثلة في الانتفاخ الإحمرار ارتفاع محلي في درجة الحرارة ثم الألم ثالثا صف سلوك الكرية البيضاء المفصصة النواة ثم استنتج خاصيات مفصصة النواة وسوف نبدأ بالسؤال الأول وهو إعطاء مفتاح مناسب للوثيقة جانبة إذا هنا ست عناصر ست أسماء يجب ملؤها إذا رقم واحد نلاحظ جراتيل التي استطاعت عفوا استطاعت أن تنتقل عبر الجرح إذا هنا رقم اثنان جرح رقم ثلاثة الجزء العلوي من الجلد وهو بشرة ثم رقم أربعة إذا كرية بيضاء يمكن أن نكتب كرية بيضاء وحيدة نواة أو أيضا مفصصة النواة خامسا أدمة وهو الجزء العميق من الجلد ثم سادسا باللون الأحمر كرية حمراء إحدى الخلايا الدموية إذا الإجابة جراتيم جرح بشرة كرية بيضاء مفصصة أو وحيدة النواة في هذه الحالة هذه كرية بيضاء مفصصة النواة أدم الجزء العميق من الجلد ثم كرية حمراء سؤال ثاني ما هي اعراض الاستجابه الالتهابيه او فسر هذه الاعراض بطبيعه الحال تكلمنا عن الانتفاخ هو نتيجه خروج كميه من البلازما مصحوبه بالكريات البيضاء هنا في هذه الحاله مفصصه النواه الاحمرار نتيجه تمدد الشعيره الدمويه على هذا المستوى ثم ارتفاع صبيب الدم بها مما يؤدي الى ارتفاع محلي في درجه الحراره في الأخير وهو أول عرض الإحساس بالألم نتيجة إهاجة المستقبلات الحسية التي تتواجد على هذا المستوى وبطبيعة الحال هذا التهيج يتم عن طريق تلك المواد الكيميائية التي تفرزها الخلايا البدينة أو الخلايا الحارسة التي تتواجد على مستوى اللف وعلى مستوى الأنسجة ثم السؤال الثالث فسر سلوك هذه الكريات البيضاء اذا هذه الكريات البيضاء ما هو غرضها اذا تنسل من جدار الشعيره الدمويه لكي تبتلع الجراثيم اذا هنا تقوم بابتلاع هذه الجراثيم وبطبيعه الحال تبتلع جميع انواع الجراثيم بدون تمييز وبالتالي هذه الكريات البيضاء تميزت بخاصيتين الانسلال ثم البلعمه اذا نكتفي بهذا القدر تابعوني في سلسله جديده من تمارين دائما مخصصه لمناعه الجسم الى اللقاء